يجيبوا مثلا حد مليان قوي مثلا ويقولوا له يلا كل الاكل ده، او يجيبوا اكل كتير ويقول لك تحدي الاكل، يجيبوا 2 مليانين ويقولوا لهم ايه نشوف مين هيخلص الاكل اسرع. طب هل تعلم ان الاكل بسرعه ده والاكل الكتير ده ممكن يموتهم؟ هل تعلم ان انت عشان تعمل ترند او عشان تعمل سبق او عشان تلم فلوس ان انت بتضر ناس؟ مهمة قوي 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 ان احنا نعرف ان انت حر، وحر جدا جدا حتى لو بتأذي نفسك، ولكن انت حر لو ما بتضرش حد، لكن حريتك بتقف عند ضرر الآخرين، خلاص أصبحت مش حريتك. أرجو إن الناس ضميرها يبقى صاحي شوية وهي تاخد ناس أو بتشد ناس للترند. اللي بيأذي حد كمان في صحته عشان يوصل للترند ده، ده حرام ولا حلال؟